كانت عندي واحد الصديقه المهم كانت صاحبتي ومهم مي كانت صاحبتي دخلت عرفتها على والديا عرفتها على داري دخلتها داري كلشي مي دخلتها داري بقات تجي عندي تبات عندي تاكل عندي وتشرب عندي بها بوليداتها مي بقات تجي عندي بقات تضل لي بالراجل حيدت له البيك فوز داري وبقات تحسن له الوجه وانا نشوف وليداتي يشوفوا المهم ما ديت فيها ما رديت قلت لها اي غلطه ودارتها فوتها غدا ليه قعد بقيت ناعسه خلاتني نعس وخلاني الراجل ديالي نعس وناض ومشى نعس قدامها من نعس قدامها نوضته قلت له هذه الغلطه اللي بغيت ديرها غادي واخا درت هذه الغلطه غادي نسمح لك خطه اخرى ما تعاودهاش المهم من درتها قالت لي ناض الصباح قالت لي فين راه الراجل قلت لها وداني دابس معاه وها واش واش هي كانت عارفه القصه كل شيء كانت عارفه بلي كان نعس قدامها وكانت حاسه بلي كان نعس قدامها المهم راجل جا صونيت لو جات قدام معانا عادي دانا للحمام مشينا عادي جينا ولينا سقتها مشات لدارها بخير على خير المهم بقات تطورت بقات تعايرني في التليفون تقول لي راجلك كيدير لك راجلك كيفعل لك يعني راجلك اللي قلتيها له كيديرها لك كانت حاسداني بقيت نقول ما عليش راه يمكن من راجلها مريض وكل شيء راه تحك وهذه كنقولها رجوا روحي لدارك راه راجلك مريض روحي قابلي راجلك روحي ديري كتقول لي صافي صافي انا نزيد اليوم غدا اليوم غدا تديني نهار على خوه كنقولها شوفي جات عندي الوالده قالت لي صيفط المراه للراجل نهار قايجي يزعف عليك هنا ولا يقول لك شاد لي المراه ما درتش في راي ما قلت لها المراه قالت لي نهار غدا غادي نمشي المهم جات المهم قعدتها مشات على خاطرها سقتها هي ولاداتها بخير على خير المهم تطورت مشيت انا نخدم جاتني واحد الخدمه ديال كانت واحد السيده توفات ومشيت نخدم فيها بالرضا ديال الراجل ما مشيتش بلا رضا ديالو في التالي صونا لي قال لي راني غادي لطنجه مين ما بغيتيش تجي راني غادي لطنجه انا يومي قلت راه عندهم ما تقدر نسمح فيهم راه يعني مغبونين خصهم الخدامه قلت له صافي روح الله يسهل عليك مشى هز لي الحوفي وكل شيء كاشاتي وهذاك الشيء ومشى حيت راه غادي خدام انا دايره في راسي بلي راه غادي خدام يخدم على بالزو ولكن هو كان ضرب حسبه اخرى هو وياها كانوا دايرين المشاطين بلي هي هو وياها يمشيو هو مشى الاول وهي مشات موراه جا راجلها عندي قال لي واش راه عندك صونالي قال لي واش راه عندك الماء ديالي قلت له ماشي عندي المهم قال لي اختي هضري مع صوني الحانتيه وهضري معها واش فيها فين راه قالت نعس الشيطان تولي لدارها هذاك الشيء اللي درت انا صونيت لها قلت لها نعلي الشيطان ولي دار قالت لي ما نوليش ايوا قلت انا عمر راني بوحدي قلت لها بغيتي وكان مي غضبتي كون جيتي عندي ما مشيتي فين قلت انا بوحدي وكان جيتي وقعدتي معايا مي غضبتي علاش مشيتي بعدي وهي كانت عارفه بلي راه راجلي راه مع كان راه يعني دايره معاه قالت لي وا راجلك يمكن يكون مع شي وحده اخرى وهي راه معاه هي اللي راه معاه درك انا طالبه هذا الشيء هذا انا طالبه حقي اللي ضيعته لي فلوس الولادي اللي كلاتهم ورزق وراجلي اللي سلباته لي وداته مني دوك انا نديه بالشرع والقانون عندي كواغطي عندي كل شيء مشيت فضحتها عند عجوجتها ما فضحتها عند عجوجتها قالت لي حلت عليا الباب شافتني جيت عندها بلعت عليا الباب في الوجه خرجت لها عجوجتها خرجت هي وعجوجتها قالت لي واش اختي قلت لها ودي خالتي انا عمري هذه اربع سنين ما جيت 3 سنين وما جيتش عندك قالت لي واه بنتي كنعرفك جيتي عندها واحد الخطره هنا ومشيتي قلت لها ولدي راه عنده 4 سنين ما عمري ما جيت طيحت على راسك الباطل مي قالت لي هاكك قالت لها بنتي زيدي مرحبا بك قلت لها خالتي من عند الباب هي بقات تضرب في ركابيها بقات تقول لي بغيتي تسمي لي الدراري قلت لها انا ما يتم حتى واحد راه الله يرزقني في ولادي لا يجتني تملك ولادك المهم حلفت بلي من ولادي جات لعجوجتها قالت لي شوفي قالت لي الكلبه قالت لي عطات الكلب الشطاطه يسبحها ولا ما يسبحهاش قلت لها اش فاي يسبحها وقالت لي يعني عروستي اللي عطات الراجل لك الشطاطه يعني وقعدت تقول لها عجوجتها دخلي خليني نهضر مع المراه وهي ما بغاش تدخل قالت لها يعني هذا الشيء اللي راكي دايره يعني راكي تثبتي على راسك الحجه بلي ما راكي دايره هذا الشيء المراه يعني ما جاتش تطيح عليك الباطل ودركي عجوجتها من درت لها ديك الشوهه هذيك عجوجتها قالت لها كنتي غادره لي ولدي خرجي لي من دار ولدي كانت عاطيها حماها عاطيها الدار وخرجت لها قشها في هذيك 3 ايام بحال اليوم مشيت وقعدت 3 ايام اخرى وقطر منها القش برا ساهل وقعدت تقول لي عجوجتي كلوشاره كلشي قلت لها عجوجتك اشرف وحده عليك انت وقلتها وكان عجوجتك كانت كلوشاره ما تصرف عليك وما تقول لك تصرف لها الحق دير لها كلشي هذيك الوقيته راجلي مشى وقعد 15 يوم وهو هارب عليا من شكيت به
درت له الشكايه بلي خون الزوجيه، درت له بلي خون الزوجيه، ودرت له راه عنده جبتها من عند الوكيل، جبتها من عند الوكيل، وراه في الوكيل عاد راه عاد يعني راه روشيرش. ومن درت له شهاده سميتو جا عندي لقاني في داري، لقاني الحمد لله مع وليداتي، ما لقاني لا مشيت ما داروا عليه حتى حاجه ديال الحرام، لقاني مستوره في داري، وكيركع لي على رجليه، يركع لي يقول لي سمحي لي سمحي لي، وراني كنت انا غلط وهادي، وسمحت له وسمحت له، رديتو لدارو. ومن رديتو لدارو فات العيد، عيد مع وليداته، ومن عيدو مع وليداته عيدنا بخير على خير، ومشينا حوسنا ما خلينا بلاصه، وتا فتالي من احنا مشينا حوسنا، ولا هو صونالها ولا هي صونات له، انا الله يعلم ما يعني ما عرفتش هذه واش هو صونالها ولا هي صونات له. جا دهتها هو حوس بها، دهتها وليداتها وبقاو يلعبوا، هي تصور هي وياه. انا عندي الشهود وعندي حتى واحد مول الكروسه، هذاك مول الكروسه نمشي وعندي تصاور دياولها، ما مخطوفه ما خطفها ما والو، مشات بالرضا ديالها. هذا الشيء هذا انا راه كاين دليل عليه، وكانت صيفط له الاوديوات كتقول له راني توحشتك روا عندي لداري، انا بغيت نطالب الدوله تاخذ لي حقي منها، هي اللي كانت تسلب لي الراجل، الراجل اللي كان يبغي يسمح فيها، وكتولي تجبدو، كتبغي تبين له شلاحه حوايج اللي ما كنتش نديرهم معاه، انا بغات تبينهم له هي كديرو معاها، فهمتني اخويا؟ دوك انا هذا الشيء هذا انا طالبه من الحق المدني، ياخذ لي حقي منها، وراها هي عاد كما قال واحد راه عاد لابسه البيض، يعني عاد ما قفلاش حق الله عاد ما قلعاتوش، وتمشي عند راجل مع راجلي، وكتصور معاه، وكتمشي مع راجلي، وراني نصرف بهذا الشيء هذا، وعندي دليل عليه، عندي دليل عليه بلي كتمشي وتنعاس الفراش اللي مشى لي مداري وفراشي، نقول لك عليه نعس معاه.